أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم أنعم. مدد يا رب مدد بلا حصر ولا عدد من الأمد إلى الأبد. اللهم أمدنا بمدد الأمداد، اللهم أمدنا بمددك ومدد رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أمدنا بما أمدت به رسولك الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا أسعد خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأحب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأفرح خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم، وأقرب خلقك إليك وإلى رسولك صلى الله عليه وسلم، وأعلم خلقك بك وبرسولك صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا منازل الصديقين من غير حول منا ولا قوة، وإنما بمحض حولك وقوتك وجودك وكرمك وتفضلك علينا يا أرحم الراحمين. اللهم لا تبقى عنا رزقك، ولا تبقى عنا مددك، ولا تبقى عنا رفدك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين برحمتك يا ارحم الراحمين، بنبيك الذي ارسلته رحمه للعالمين، بجودك يا اجود الاجودين، بكرمك يا اكرم الاكرمين، بحولك وقوتك فانه لا حول ولا قوه الا بك يا رب العالمين، يا حنان يا منان يا ذا الجلال والاكرام. امين امين امين. والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم. اما بعد، كنا نقرا في كتاب ايها الولد المحب للبناء حجه الاسلام وشيخ الاسلام ومجدد القرن الخامس رضي الله تعالى عنه الامام ابو حامد الغزالي رحمه الله تعالى ورضي عنه وعنا به وعنا معه. وتكلم في المرات السابقه انه كان يطلب من الولد ان يقرن العلم بالعمل، وانه لا يكون يعلم فقط ولا يعمل بما يعلم، فانه ترك العلم بما يعمل يعني يكون مصيبه عليه في الدنيا والاخره. وبعد ذلك تكلم عن فائده جديده، قال ايها الولد، ومن الليل فتهجد به امر، وبالاسحار هم يستغفرون شكر، والمستغفرين بالاسحار ذكر. قال عليه الصلاه والسلام: ثلاثه اصوات يحبها الله تعالى: صوت الديك، وصوت الذي يقرا القران، وصوت المستغفرين بالاسحار. ومن الليل فتهجد به. التهجد من هجد يتهجد، هجد يعني نام، تهجد يعني استيقظ، خلاص، زي حنث وتحنث. ها، كان كما ورد في صحيح البخاري في اول البخاري في حديث بدء الوحي، قال: كان يتحنث الليالي ذوات العدد في رمضان. فكان يتحنث اي يضبط ترك الحنث. حنث وقع في الاثم، تحنث تخلى وترك الاثم. تحنث اي قام يتعبد لله تعالى. فهنا ايضا هجد نام، تهجد قام، من افعال ايه ده تظهر اللي هي التاء، ها، تجعلها تدي المعنى المنفي او المضاد. ومن الليل فتهجد به نافله لك اي قم. وقلنا كما قال الشراح والمفسرين: نافله لك اي زياده في الفرضيه، مش المعنى النافله بالنسبه الينا، لا، زياده في الفرض عليك. فكان قيام الليل مفروضا عليه صلى الله عليه وسلم من الله تعالى زياده له في الاجر والثواب، كما ورد حديث ان ايه؟ حديث رمضان: من ادى فيه نافله كان كمن فعل فريضه فيما سواه، ومن فعل فيه فريضه كان كمن فعل 70 فريضه فيما سواه. فتضاعف اجر الفرض عن النفل 70 درجه. خلاص، وهكذا لما يفرض شيء على النبي صلى الله عليه وسلم ويفرض على الامه، هذا زياده في مضاعفه الاجر له والتقرب الى الله تعالى والرفعه والقرب من الله تعالى. فنافله لك، تهجد به نافله لك اي زياده في الفرضيات. كان المفروض عليه قيام الليل، كان المفروض على النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل، ثم نسخ كما قال جمهور الشافعيه ومن قال بالفرضيه قال انه نسخ قيام الليل، نسخ وجوده في حق النبي صلى الله عليه وسلم. من الليل فتهجد به امر، الامر تهجد امر، وبالاسحار هم يستغفرون.
فيكون المستغفر في مقام الشكر، فيستغفر المستغفر في مقام الشكر. بمعنى ايه؟ ان استغفارك اما عن معصية فيمحوها، واما عن غير معصية فيكون شكر ورفعة وقرب الى الله تعالى. زي المرض يكون تطهير وفي نفس الوقت قرب من الله تعالى. قال والمستغفرين بالاسحار. بدأ ذكر، هذا ذكر الله تعالى اللي هو الاستغفار عموما ذكر. قال عليه الصلاة والسلام ثلاثة أصوات يحبها الله تعالى: صوت الديك، وصوت الذي يقرأ القرآن، وصوت المستغفرين بالأسحار. هذا الحديث أخرجه الديلمي في الفردوس، مسند الفردوس الإمام الديلمي. يعني تعرف المحققين عندك قالوا ايش؟ في حاجة تعليق آخر على الحديث؟ هو كحديث وارد، كلمة وردة عشان أنا بتكلم بمصطلح أهل العلوم، ها؟ وردة تقتضي الحديث ده ممكن يكون صحيح وضعيف، لكن هو في الاحتجاج، خلاص؟ فمن ضمن المصطلحات التي يذكرها أهل الحديث إذا قال ورد في الحديث، أي يبقى ده حديث، بس ما نقدرش نقطع بصحته ولا ضعفه. فإذا أنت قلت ورد في الحديث برئت ذمتك، اللي عايز بقى يبحث يحقق ويشوف الحديث ده صحيح ولا ضعيف يبحث. لكن كل وارد دل ذلك على انه يحتج به ولو كان ضعيفا، كما يحتج بالضعيف في فضائل الاعمال. فقال ثلاثه اصوات يحبها الله تعالى: صوت الديك. قالوا ان الديك اذا يؤذن اذا راى الملائكه، فعندما تصعد ملائكه الليل وملائكه النار تنزل، ملائكه الليل تصعد وملائكه النار تنزل، فيراها الديك فيؤذن للفجر، خلاص. فهذا صوت الديك، الديك يؤذن عندما يرى الملائكه كما ورد في احاديث تدل على ذلك. وصوت الذي يقرا القران ايضا انه محبوب الى الله تعالى، الذي يقرا القران ويتغنى بالقران، ليس منا من لم يتغنى بالقران، ها؟ زين القران باصواتكم، فهذه من اصوات المستحبه عند الله تعالى. ما اذن الله تعالى لاحد الا لرجل حسن الصوت يقرا القران، او كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. أذن أي أنصت وأحب ذلك، أذن بمعنى أحب، خلاص. وصوت المستغفرين بالأسحار المحبوب إلى الله تعالى، ولذلك يستمع الله تعالى إلى تلك الأصوات ويحبها. وصوت المستغفرين بالأسحار، هذا بيتكلم عن الأعمال النوافل الزائدة عن الفرائض والطاعات الواجبة، فيتكلم أنها فيها قرب من الله تعالى وتقرب إليه أكثر بعد أن أدى الفرائض والطاعات الواجبة عليه. قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى، رحمة الله تعالى عليه: إن الله تبارك وتعالى خلق ريحا تهب بالأسحار تحمل الأذكار والاستغفار إلى الملك الجبار، إلى الملك الجبار سبحانه وتعالى. سفيان الثوري، هؤلاء العلماء الأكابر ينقلون أشياء إما تكون واردة في السنة ولها أدلة، أو مما استشعروه من عمومات الإسلام، أو مما استشعروه من الشريعة، خلاص. وهذا الاستشعار بالنسبة للأكابر من العلماء كسفيان الثوري فهو وصف حقيقي للشريعة، ماشي كما كسفيان الثوري. وابن القيم يتكلم طبعا مثل ذلك كثيرا، ها؟ فقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى، رحمة الله تعالى عليه، رحمة الله تعالى عليه: إن الله تبارك وتعالى خلق ريحا تهب بالأسحار تحمل الأذكار والاستغفار إلى الملك الجبار. إن الريح دي بتصعد بالعمل، كإيه؟ إليه يصعد العمل، إليه يصعد العمل الصالح، ها؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. تصعد الاعمال الكلمه الطيبه يصعد الى الله تعالى، لو الاستغفار للاسحار والذكر للاسحار تصعد الى الله تعالى. ودليل ذلك طبعا ايه؟ احاديث صحيحه، ينزل الله تعالى في الثلث الاخير من كل ليله فيقول: هل من مستغفر فاغفر له؟ هل من سائل فاعطيه؟ هل من تائب فاتوب عليه؟ فايه في الثلث الاخير. وهذا المعنى لسه كنا بنشرح فيه، فهو سمعنا ان هذا المعنى دوار. ازاي؟ ان الليل والنهار
بيدور في كل لحظه، فكل دقيقه بيدخل ثلث الليل في مكان ثاني وهكذا. فاذا ثلث الليل ده شيء مستمر، خلاص شيء مستمر بالنسبه لكل على وجه الارض حسب دوران الارض يعني. وقال ايضا اذا كان اول الليل ينادي منادي من تحت العرش الا ليقم العابدون، الا ليقم العابدون فيقومون ويصلون ما شاء الله. ثم ينادي مناد في الشطر الليل الا ليقم القانتون فيقومون ويصلون الى السحر. فاذا كان السحر نادى مناد الا ليقم المستغفرون فيقومون ويستغفرون. فاذا طلع الفجر نادى مناد الا ليقم الغافلون فيقومون من فروشهم كالموتى مشيروا من قبورهم. ويتكلم على اللي بينام طول الليل واحنا قلنا المره السابقه نحن قلنا المره السابقه ان اللي بينام طول الليل ده لو صلى ركعتين وركعه شفع ووتر، ها خلاص يبقى كده اقام خلاص. بل ان في فضل الله تعالى من صلى في جماعه فكانما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعه فكانما قام الليل كله. كل الجماعه دي بتحقق هذا المعنى من القيام من الثواب العظيم، انه لا يكتب من الغافلين ولا من الايه؟ وما الى ذلك. وايضا من قام الليل من صلى الفجر في جماعه فكانما قام الليل كله، هذا يفسر حديث اخر، من قام نصف الليل من صلى العشاء في جماعه فكانما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء في جماعه والفجر في جماعه فكانما قام الليل كله. فاذا قيام الليل من ضمن قيام الليل اللي تصلي الجماعه، من ضمن قيام الليل اذا صليت الوتر كما قلنا ركعتين شفع وركعه وتر تبقى اقمت الليل، تبقى كده لم تكتب من الغافلين. ماشي؟ لكن عايز يتوسع انا اقول هذا الادنى. لكن اللي هيصلي العشاء وينام ده ويصليها منفرد يبقى من الغافلين، صلى منفرد ونام على طول ما صلاش لا شفع ولا وتر ولا ذكر ولا حاجه، ده من الغافلين. فرحمه الله واسعه، يعني لو ذكرت قليلا اصبحت من غير لست من الغافلين. ماشي؟ وقال ايضا اي الحسن البصري رحمه الله تعالى: اذا كان اول الليل ينادي مناد من تحت العرش الا ليقم العابدون لله تعالى فيقومون. فاللي يقيم اول الليل ده من العابدين، اللي صلى الوتر اول الليل وذكر شويه ونام سبح التسبيحات ما بعد الصلاه اللي هو يسمى عند المصريين في ختام الصلاه، ها يبقى ده مش من ايه؟ ده من العابدين. فيقومون ويصلون ما شاء الله، اي ان يصلون. ثم ينادي مناد في الشطر الليل، الشطر نصف، الا يقيم القانتون، وصفهم بوصف القنوط لله تعالى، وقوم لله قانتين، وهم افضل طبعا من الايه؟ من العابدون. فيقومون ويصلون الى السحر، الى وقت السحور يعني، ما قبل الفجر بساعة، ساعة ونصف. فإذا كان السحر نادى مناد ألا ليقم المستغفرون فيقومون ويستغفرون. يبقى هو من ضمن قيام الليل استغفر، تقعد تستغفر كده وأنت نايم من غير وضوء ولا أي حاجة. فإذا طلع الفجر نادى مناد ألا ليقم الغافلون، اللي غفلوا عن كل الإيه؟ ما سبق، لا كانوا عابدين ولا كانوا قائمين ولا كانوا إيه؟ مستغفرين. فيقومون من فروشهم او فرشهم جمع فراش يعني مكان النوم كالموتى نشروا من قبورهم. لكن لو صلى الفجر الجماعة قلنا ايه؟ حصل ايه قيام الليل؟ قال ايها الولد، روي في وصايا لقمان الحكيم لابنه انه قال: يا بني لا يكونن الديك اكيس منك ينادي بالاسحار وانت نائم. ولقد أحسن من قال شعرا: لقد هتفت في جنح ليل حمامة على فنن وهنا وإني لنائم، كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا لما سبقتني ببكاء الحمائم، وأزعم أني نائم ذو صبابة لربي فلا أبكي وتبكي البهائم. روي في وصايا لقمان الحكيم لابنه أنه قال: يا بني
لا يكونن ديك اكيس منك، اي اكثر فطنه، اكثر علما، اكثر يقظه. ينادي بالاسحار، اما الفجر جدا ساعات ينادي ديك عند الفجر الكاتب، وبعدين ينادي عند الفجر الصدق بس الكسره بقى. ينادي بالاسحار اي ديك وانت نائم، فديك بقى اكيس منك. هو بيحط هنا على ايه؟ الزيادة في النوافل والطاعات رضي الله عنه وارضاه، لأن الذي يزيد في النوافل يبقى لم يترك الفرض. ها؟ كأنه جعل موقع عز وجل لكل فريضة من أجناس الفرائض جعل لها نافلة. فجعل الفرائض الخمس وجعل نافلة بقى لكل فريضة. وبعدين جعل الصوم وجعل له ست من شوال والاثنين من الخميس فهذا، وجعل الحج وجعل كثرة الحج جائز، وجعل الزكاة وجعل النافلة. فأصبحت هذه الأشياء النوافل كأنها محيطة بالفرائض تمنعها من السقوط وتكملها، ها؟ وتكمل النقص فيها وتمنعك من أن تترك الفرض. فالذي يعني ممكن واحد لو كان لا يشارك النوافل ياخذ الفرض تقصيرا منه، لكن لو جواز مع النوافل تلاقيه لو ترك النافلة يحس إن هو قصر قوي. فما بالك بقى بالفرض مش هتركه قط مهما كان حاجه. فدي كانها السياج والمحيط بالايه؟ بالفرائض ليكملها ويتمها ويتمها ويرفعها الى الله تعالى كامله تامه فتقبل من الله عز وجل. قال: ولقد احسن من قال شعرا، لقد هدفت في جنح ليل حمامه. انا سمعت حمامه بصوت الحمام سمعه، يعني هتفت في جنح ليل الحمامة على فنن وهنا واني لنائم. على فنن يعني زي ما تقول فرع الشجرة، خلاص غصن الشجرة. وهنا من تعبها، ورغم تعبها انها تذكر، خلاص. واني لنائم كذبت وبيت الله، وبيت الله هذا قسم يعني كده يقسم ببيت الله. كذبت وبيت الله لو كنت عاشقا، لو كنت بتعرف ان انا بحب ربنا فانا كذبت، فلو ادعيت ان احب الله تعالى كنت، لو كنت عاشقا لما سبقتني بالبكاء الحمائم، لما الحمائم سبقتني بالبكاء وانا متاخر حتى ما بكيتش خالص، يبقى انا كذبت في ادعائي العشق ده، خلاص. وأزعم أني هائم ذو صبابة، أزعم أن أنا إيه؟ هائم ذو صبابة. في حاجة اسمها الحب وهو ميل القلبين، فإذا شاء زاد قليلا ينتقل إلى الهيام، ينتقل إلى الصبابة لو زاد الحب عن حد معتاد، خلاص. بعدين ينتقل إلى الخلة، وبعدين ينتقل إلى العشق، خلاص. فالعشق هو كمال الانشغال بالمعشوق، ده المربي. طب هل يوصف الله تعالى بانه معشوق؟ الف في ذلك احد الائمه الاكابر كتاب العطف، الف كتابا في اللفظه دي، فورد هذا الحديث عن ابي هريره انه وصف محبه الله تعالى بالعشق. طيب المحبه دي انواع، لازم ان احنا نستحضر معنى المحبه دي بانواعها. في محبه فيها شفقه ومحبه الوالد لولده، ومحبة فيها احترام وتقدير، محبة الولد لوالده، ومحبة فيها نوع من زي ما يكون بين المرء وزوجته محبة، خلاص. وبعدين محبة سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ايه دي محبة لأفضل المخلوقات، بتمتاز عن جميع المحبات بأنها أعلاها. وبعدين محبة المخلوق للخالق دي أحلى حاجة بقى. فإذا المحبات دي أجناس مختلفة، وكل جنس له نوع معين وطعم معين مختلف عن التاني، وكل جنس منه له نوع من الكمال. ولكن الكمال في الغياب في محبة الله تعالى بالعشق الإلهي، كما لقب سلطان العاشقين، ها؟ سيدنا ابن الفارض سلطان العاشقين لقب لغيابه عن الأكوان، وخصوصا يظهر ذلك في شعره، ها؟ زدني بفرط الحب فيك تحيرا، وارحم حشر بلظى هواك تسعر، وان سالتك ان اراك حقيقه في جنه الفردوس في دار القرى، ها، فاسمح ولا تنع جوابي
ايه بيعود ايه؟ يعني بيقول القاعدة بتاعت التوحيد، يعني كلما علمت وعلمت بالله تعالى ازددت تحيرا فيه وعدم علم، تعرف انك غير عالم بالله تعالى. خلاص؟ ده كده، ولذلك العلماء بيقولوا ايه؟ عدم الادراك لذات الله تعالى هو عين الادراك. كونك انك عرفت انك مش ممكن تدرك ذات الله تعالى هو ده الادراك للذات، ده عين الادراك للذات. اما لو تعلمت انك تعلم يبقى جهلت. ها؟ لو دعيت انك ادركت ذات الله تعالى فهذا معنى يصل بك الى الجهل البعيد العميق. خلاص؟ لانه لا تدرك الابصار وهو يدرك الابصار وهو لطيف خبير، لا احد يدرك به ولا يدركه سبحانه وتعالى. لا ملك ولا نبي ولا سيد الخلق عليه الصلاه والسلام، لا في الدنيا ولا في الاخره. الادراك بمعنى الاحاط. لكن يحصل لنا نوع من رؤيه الله تعالى بالانكشاف يوم القيامه، وجود يومئذ ناظره الى ربها ناظره. العلم الشرعي مبني على الالفاظ الدقيقه. الانكشاف يعني ان انا شفتك كده لكن مش شفتك. لكن الادراك ان انا احيط بيك بقى من قدامك ووراك. وبما غاب عني منك بما غاب عن ظاهرك. فالادراك ده مستحيل في حق الله تعالى. اما النظر انكشاف يجوز ان شاء الله من خير ربنا جعلنا من الناظرين الى وجه الكريم. امين يا رب. فبيقول ايه يبقى الالفاظ هنا كلمه هيان وأوهيا في اعلى من الحب المطلق. خلاص؟ وكلمة دوسة بابا انشغال أكتر، وكلمة عشق أعلى. اللي هي نهاية الحب. خلاص؟ بمعنى الانشغال التام بالمحبوب ليل نهار وأنت نايم وأنت صاحي. خلاص؟ فيوصف بذلك المحبين لله تعالى، سلطان العاشقين مثلا أو ما إلى ذلك. فيوصف بهذه الدرجة، فهو وأزعم أني هائم دوسة بابا، بدعي إن أنا إيه؟ شديد الحب وكمان وصلت للصبابة والانشغال. لربي فلا ابكي وتبكي البهائم، البهائم بتبكي. يعني مما وقع لي من شهر تقريبا ان وصلت لي حاجه في الفيديو كده من واحد اسمه جيل صادق. فجيل صادق ده بعت فيديو، هو من علماء اظن مفتي استراليا او حاجه زي كده، يعني هو متصدر الفكره وصدر الكلام عن حاجه، ما عنه جيل صادق حاجه. يعني بالصدفه لقيت المشهد ده قدامي دقيقه بالظبط، دقيقه ان الرجل بيمدح النبي صلى الله عليه وسلم بجواب ناقه كبيره جمل. ها؟ فالناقه بتبكي بكاء شديد، الدماء الدمع بينزل على الارض كده، ينزل يخطب سيح من ال، فعجبني كان هو بيمدح النبي والناقه اشعرت بمديح النبي فبكت بكاء شديد جدا. ها؟ وكان بيلقي ابيات شعر، يعني بيمدح النبي صلى الله عليه وسلم جيل صدق ده والنخب تبكي بكاء شديد. فهنا ايه يقول ايه؟ وازعم اني هائم ذو صبابه لربي فلا ابكي وتبكي البهائم، البهائم بتبكي زي ما بكى الجمل للنبي صلى الله عليه وسلم وشكى اليه وهكذا، وبكت اليه الغزاله. جاءت هذه الغزاله تشتكي تبدي مقال يا امام من الرساله كن شفيعي يا محمد عليه الصلاه والسلام. ابيات شعر بتاعت سيدنا الشيخ صالح تصف حديث اسمه الغزاله. الحديث ده قال العلماء عنه الموضوع، لكن الف فيه احد العلماء الاكابر اظن الطبراني كتابا رساله سماها حديث الضبي. فوصل ان في بعض الاسامي المقبوله وقال عنها الامام السيوطي ان هذه القصه لها اصلا، ان في غزاله اصطادها رجل في الصحراء وكانت لها صغار لسه وداهم يعني نتجتهم نتجتهم. فلما اصطدى راحت للنبي صلى الله عليه وسلم واشتكت اليه وقالت يا رسول الله اطلقني اردع الحجبان الصغار ثم ارجع تاني. فالرسول قال لها ومن يضمنك بي؟ قال يضمنني ان الله يعذبني على العشار اذا لم ارجع، او العشار يعني زي النقه وهي بتبلد بتحس بالام. فهي تقول ان ربنا يعذبني عذاب العشار او العشار اللي هو قاطع الطريق اللي بياخد الجزيه ده الا لما ارجع اليه. فراحت ارضعتهم ورجعت لسيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني من صاحب هذه الغزاله يطلقها فتبدع اولادها، فاطلقها وارتعت اولادها ورجعت تاني كما وعدت. ها؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال من صاحبها؟ فقال انا الرجل صاحبها اللي اصطفى. قال انا رسول الله. فقال اشتريها منك. قال بل هي لك يا رسول الله. ها؟ فكما وردت الروايات انها كانت الرسول اطلقها فكانت تجري في البراري والصحراء وتقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم.
فالراجل بيصف نفسه انه يعني دايما امر الاتهام للنفس ده عشان تبعثك على العمل، جميل، لكن لا تبعثك على قنوط. ها، انك واحد دايما المسلم يتهم نفسه، فيتهم نفسه بانه يظن انه اكثر الناس نعمه من الله تعالى، وانه اقلهم شكرا لتلك النعم التي من الله بها عليه. حتى ذلك يبعثه الى العمل، وحتى ذلك ينجيه من العجب والكبر انه افضل من حد من المسلمين. خلاص، فينجو بذلك من العجب والكبر، وايضا يكون قد ادى ما يبعثه على الطاعه لله تعالى. قال: ايها الولد، خلاصه العلم ان تعلم ان الطاعه والعباده ما هي. اعلم ان الطاعه والعباده متابعه الشارع في الاوامر والنواهي بالقول والفعل، يعني كل ما تقول وتفعل وتترك يكون باقتداء الشرع، كما لو صمت يوم العيد وايام التشريق تكون عاصيا، او صليت في ثوب مرصوب وان كانت صوره عباده تاثم. قال له انت عندك علم وعمل، وانت تعلمت وانتقلت بما سبق لي من ذكر الى الاعمال. انت تتخذ والاعمال قسمين، قسم يظهر على الجوارح وقسم اعمال قلبيه. خلاص، لو تحصل صفات كمال القلب التي ينجو بها الانسان. فبيقول خلاص بقى العلم والعمل ده ان تعلم ان الطاعه والعباده ما هي. قال: ايها الولد، خلاصه العلم ان تعلم ان الطاعه والعباده ما هي. ايه الطاعه والعباده؟ اعلم ان الطاعه والعباده متابعه الشرع في الاوامر والنواهي بالقول والفعل. اعلم ان الطاعه والعباده المطلوبه منك، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. كل كتب الامام الغزالي التي كتبها في حياته في التصوف تدور على هذا المعنى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. دي الايه الوحيده التي يدور عليها كل كتب الغزالي، حتى كتاب منهاج العابدين الى جنه رب العالمين برضه مداره في الاول على هذا، انك تقيم نفسك في العباده وتحقق العباده وتتحقق به. اعلم ان الطاعه والعباده متابعه الشارع في الاوامر والنواهي. ولذلك قال ائمه الطريق أن العادة، أن الإرادة ترك العادة. ما معنى الإرادة ترك العادة؟ إذا كنت مريدا لله ولرسوله ولنجاتك ولكل شيء أنت مريده من الصلاح لك في دنياك وآخرتك، فعليك أن تترك عاداتك إلى عادات الشر. العادة أن أنا نام، لكن هقوم وأسيب العادة دي وأصلي الفجر. يبقى الإرادة المريدين والسالكين إلى الله تعالى أمر مبني على ترك العادات، فلا عادات نفسك ولا عادات هواك، وعادات هواك دي هي العادات المكتسبة من البيئة المحيطة. خلاص؟ فهناك عادات موافقة للشرع فتكون هوى. فالعادة ينتج عنها، فالهوى ينتج عما ينتقل من البيئة إلى الإنسان. خلاص؟ ما يراه الإنسان ويعتاد يبقى ده الهوى. فإذا اعتاد هوى جميل موافق للشرع جميل حلو. وإذا اعتد هوى مخالف للشرع يبقى ده هوى مذموم. فالهوى نوعين: هوى ممدوح وحسن، وهوى مذموم. ها؟ الهوى الممدوح أن يكون هواك موافق للشرع. جميل إنك بتنشط في العبادة وتلاقي نفسك تحس كده إنك أنت ما بتتعبش، إنك عندك حاجة ناقصة وعايز تكملها، لما يجي الأذان يبدأ ما تأخرش الصلاة. ها؟ ولو أخرتها تحس إن في حاجة ناقصة عايز تعملها. خلاص، يبقى دي ايه؟ شيء جميل. خلاص، وفي هوى قبيح وهو هوى النفس الموافق للعادات المخالفه للشرع. خلاص، ايه طب التقسيم ده جميل؟ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث السيده عائشه. اولا طبعا الهوى ممنوع في الشرع، ها؟ لكن اما السيده عائشه تقول لسيدنا صلى الله عليه وسلم ما ارى الا ان ربك يسارع في هواك. الشيء اللي انت بتريده ربنا بيحققه لك، يبقى ده هوى شرعي محبوب حسن مكروه مندوب اليه. اما الهوى اللي هو اتباع النفس بمخالفه الشرع ده مذموم. خلاص؟ يقول الله تعالى: ونهى النفس عن الهوى. خلاص؟ ونهى النفس عن الهوى، اي هوى المكنون ده. واضح؟ يبقى الهوى قسمين. فالانسان قلنا الاراده
معنى الإرادة اللي هي منها المريد السالك إلى الله تعالى، ترك العادة، أن تخرج من عادتك إلى عادات الشرع الشرعي. فالشيخ يقول لنا إيه؟ اعلم أن الطاعة والعبادة في طاعة وعبادة، متابعة الشارع في الأوامر والنواهي. الطاعة والعبادة ديت، إن الطاعة هي العبادة مرادف لها. ما هي الطاعة أو العبادة؟ متابعة الشارع في الأوامر والنواهي، إن أنا أتبع الشارع فيما يأمر وفيما ينهى، فأتمم بما أمر وأنتهي عما نهى. وذلك بالقول والفعل في الأقوال والأفعال، ومن ضمن الأفعال أفعال القلوب. خلاص؟ بأن أنا أعالج نفسي وقلبي عن الأجواء والأمراض والأوبئة التي فيه، التي تولد الإنسان المهالك، وإن أنا أعالجه بترك تلك الأجواء واجتلاب محلها الصفات المحمودة. فكل داء له صفة يقابله صفة حميدة، وتكون هي الدواء له، زي الغضب. خلاص؟ فالغضب ده مرض. خلاص؟ أنا أعالجه إيه؟ بالتريث، بالهدوء، بألا تغضب. خلاص؟ ولك الجنة. أعالجه إيه؟ بإن أنا أتريث ما أخليش الغضب يتمنحك مني، إن أنا أحاسب نفسي وأراقبها فإنها لا تغضب إلا لله، وهكذا. فكل ده كما كنا نشرح في الأزهر له إيه؟ له طرفين وله علاج وأكثر من علاج، يعني ممكن يكون إيه؟ زي إيه؟ ندي داء كده. التهور ده أحد أطرافه الشجاعة، والطرف الثاني الجرم. التهور الإقدام بدون فكرة، خلاص، والإسراع في الشيء، خلاص، وعدم النظر إلى عاقبة الشيء، ده تهور، اسمه تهور. يقابله في نقيض النحياني الوسط بتاعه أصلاً هو الشجاعة. فطرف الشجاعة دي مطلوبة، طرف النحياني التهور وده مذموم، طرف النحياني الجرم وهو مذموم، لكن الشجاعة مطلوبة، فلها نقيضين أو طرفين يعني. فكل وصف مذموم له أطراف كده أهو. اعلم أن الطاعة والعبادة متابعة الشارع في الأوامر والنواهي بالقول والفعل، وأن الفعل أيضاً فعل الجوارح وفعل القلب وفعل القلب، إن أنا براقب الأهواء وأحاول أطردها وأحل ما حلها الدوام. يعني كل ما تقول وتفعل وتترك يكون باقتداء الشرع، إنك تقتدي بالشرع في كل شيء، في سكناتك وحركاتك وفي أقوالك وأفعالك وتروكك، وكذلك بالنسبة للقلب. كما لو سلط يوم العيد وأيام التشريق تكون عاصية، لأن نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن صيانة يوم العيد، صيام يوم العيد وأيام التشريق، وقال هذه ضيافة الله تعالى، إنها أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى، وفي رواية وبعال. خلاص؟ فإيه يبقى إيه؟ ما نصومش الأيام ده، زجر عن صيام تلك الأيام، نهى عنه، ما تجيش تقول لي أنا بتعبد أهو، أقول لك أنت عاصي مش بتتعبد، أنت كده عاصي، لأن العبرة بموافقة الشرع، ماشي؟ أو صليت في ثوب مغصوب وإن كانت صورة عبادة تأثر. خلاص؟ يبقى وصف صيام يوم العيد وأيام التشريق بالمعصية، تكون معصية. ابتدى يدي مثال آخر بالإثم، والمعصية والإثم ماشي بالتوافق، إلا أنه يحب تغيير العبارة، ده من كمال يعني. أو صليت في ثوب مغصوب، إشمعنى يعني؟ قال لك أصل إن ما لقيش ثوب مغصوب عند الشافعية، ها؟ يصلي عليه أن صلاته صحيحة ومقبولة وليس عليه إعادة. واحد فجأة كده ما بقاش عنده ثياب خالص. حصل كده، مش لاقي ثوب يسلك بيه بدل، هل تسقط عنه الصلاة؟ لا. طب ما هو شرط صحة الصلاة ستر العورة بثوب طاهر. قال لك في الحالة دي إذا ما وجدش ما يروحش يسلم، ما يغتصبش الثوب، وإنما إذا نمجد الثوب مطلقا ده حصل. فعند الصحابة كان في واحد بيتأخر عن المسجد، يعني كان مجدود جدا، هذا حصل في عهد الصحابة، فكان عنده ثوب واحد، فلما زوجته تلبسه لا يستطيع ان هو يخرج عنه. فلما سئل عنه قال انا عندي انا وزوجتي ثوب واحد، هي تلبسه وتصلي وانا البسه وصلي. خلاص؟ يعني حصل هو موجود في الواقع. خلاص؟ فاذا كان عنده كده وما عندوش ثوب خالص، هفترض نخطر المساله كده. اقول له اتوضى وصلي عادي.
ولا تسرق سوء ولا تغصب سوء، وصلاتك صحيحة ومقبولة وليس عليك عادة. ده عشان الإمام الغزالي أصله فقيه كمان، فبيدي المثال على إيه؟ من لا يجب عليه ذلك الشيء، وإن فعله أثم بل يجب عليه يجب إيه؟ فيقول أوصل بيتك في ثوب معصوب، سرقت ثوبا أو اغتصبته ولبسته وصليت فيه. وإن كانت صورة عبادة اللي هي الصلاة تأثم يقع الإثم. إن إيه؟ لأنك غصبت الثوب. وإنما تعرض برضه للفقه برضه في حاجة. أما إذا كان النهي سواء نهي تكليف تحريم أو كراهة عن الشيء لذاته لا يؤاخذ ذلك الشيء ولا يصدر. وإن كان النهي لعارض نهي كراهة أو تحريم يبقى يصدر مع الإثم أو مع الكراهة. إيه مسائل الحكاية العددية؟ في بعض المذاهب قال النهي مطلقا يقتضي التحريم والبطلان، ده رأي ابن حزم. وبعض الحنابلة أو يميل الحنابلة لهذه القاعدة، إن النهي يقتضي التحريم والتحريم يقتضي البطلان المطلق، ما ينفعش العام. يعني عندهم كده لو واحد سرق سوق وصلى فيه يبقى الصلاة بطلت. خلاص؟ ليه؟ لأنه تلبس بنهي وهو المحرم وكده، وعشان كده ابن حزم ورد عنه إنه من صلى بخاطر من ذهب صلاته بطلت. وبالتالي واحد دارس خاطر من ذهب طول حياته يبقى صلاته بطلت طول حياته عند ابن حزم. لكن أئمة أهل السنة فرقوا بهذا، قال لا، الأعمال لا تؤثر على إحباط بعضها لبعض، فالعمل الصالح يمضي وياخذ أجره، والعمل الفاسد يمضي وياخذ وزره، والعياذ بالله تعالى. فالقاعدة عند الشافعية ويمكن عند الجمهور أن إيه؟ لو كان النهي عن ذات الشيء هو يقتضي التحريم والمكافأة والكراهة وعدم الاعتداء. ولو كان النهي عن العارض الخارج عن الشيء فيقتضي صحة العمل مع الإثم أو الكراهة المترتبة على المعارض الخارج ده. زي إيه؟ أهو هنا منهي عن صوم أيام العيد لذاته، يبقى الصيام أصلاً عند الشافعية لا ينعقد. صام وبالفعل من الفجر لغاية غروب الشمس، وقال أنا صمت يوم العيد، أهو بص الصيام ضاق لا يعتد به. قال له كان عن النازل، قال له ولا كان عن النازل. ليه؟ لأن في نهي، والنهي عن صيام ذات اليوم بعينه وعلل بأنها ضيافة الله تعالى، فأنت معرض عن ضيافة الله تعالى الذي استضافك لتأكل وتشرب في ذلك اليوم ومنعك من الصيام منه. طيب ده إيه النهي؟ طيب ندي مثال للنهي اللي عارض خارج اللي هو المثالين دول. واحد، لا المثال الثاني اللي هو بتاع غصب السوق، واحد سرق سوق وصلى فيه، أقول له الصلاة صحيحة مع الإثم، لأن النهي مش عن الصلاة نفسها في ذاتها، ده النهي الأتى من عارض خارج وهو إيه؟ يكون سرق الثوب وصلى فيه، أو غصب الثوب وصلى فيه. واحد غصب نهي وسرقه وتوضأ به، الوضوء صحيح، لكن هيترتب على كده إيه؟ لكن هو آثم في سرقته للنهي. ليه؟ لأن الوضوء مكتوب بأصل الشرع، خلاص؟ والصلاة مكتوبة بأصل الشرع، وإنما أتى النهي لعارض خارج، خلاص؟ جمع الإمام النووي في المسألة دي في الكراهة دي في مسألة واحدة. ها؟ اللي هي المكروه لذاته والمكروه لعارضه. فقال أن النهي في أوقات الكراهة إما لذاته وإما لعارضه. فقال لو كان النهي لذاته يبقى الصلاة في أوقات الكراهة لا تنعقد، على القول أن النهي لذات الصلاة في أوقات الكراهة. وأما إذا كان لعارض وهو نزول الشمس وغروبها بين قرني الشيطان، فده ملوش علاقة بالصلاة، خارجه، يبقى تصح مع عدم الثواب فيه. واضح؟ إذا ده الفرق بين إيه؟ حاجة خارجية وحاجة داخلية في أصل الأمر. ودول المثالين اللي شرحنا شيء. فهنا في المثالين، أولا المثال الأول لأن النهي عن ذات السيارة، فيبقى السيارة غير منعقد. المثال الثاني النهي عن شيء عارض خارج وهو سرقة الثوب أو غصبه، فتنعقد الصلاة مع وتصح إلا أنه لا ثواب له فيها ويأثم بسرقة أو غصب الثوب، فيفصل الأعمال بعضها عن بعض، فيأخذ ثواب الصلاة بأنها تسقط عنه الطلب يوم القيامة فيكون أداها، ويأخذ عقاب غصب الثوب أو سرقته. أيها الولد، ينبغي لك أن يكون قولك وفعلك موافقا للشرع، بيكرر نفس القاعدة السابقة للتنبيه عليه. العمل لا يقبل إلا بشكلين،
العمل لله تعالى يقبل الا بالاخلاص وموافقه الشرع. له جناحان، الاعمال لها جناحان، الاخلاص وموافقه الشرع. ينبغي لك ان يكون قولك وفعلك موافقا للشرع، اذ العلم والعمل بالاقتداء الشرع ضلالا. وينبغي لك الا تغتر بالشرح وطامه الصوفيه، لان سلوك هذا الطريق يكون بالمجاهده وقطع شهوة النفس وقتل هواها بسيف الرياضة لا بالطامات والترهات. واعلم أن اللسان المطلق والقلب المطبق المملوء بالغفلة والشهوة علامة الشقاوة، حتى لا تقتل النفس بصدق المجاهدة لن يحيا قلبك بأنوار المعرفة. نركز النهارده ولا نكمل الحكمه دي؟ ها احنا لسه ناخد ربع ساعه كمان. براحتك يا مولانا. طيب. ايها الولد، ينبغي لك ان يكون قولك وفعلك موافقا للشرع. قلنا برضه بيؤكد المعنى السابق ان العمل يشترط فيه الاخلاص وموافقه الشرع. ونجد كل الاعمال سواء اعمال قلبيه او اعمال جوارح او اعمال لسان، ها؟ الأعمال ثلاثة أقسام، عمل القلب وعمل الجوارح وعمل اللسان. يجب أن تكون موافقة للشرع. ينبغي لك أن يكون قولك وفعلك موافقا للشرع، إذ العلم والعمل بالاقتداء الشرع ضلالة، ضلال. يتسلط به الشيطان ويوسوس به للإنساء. واحد عمل ذنب فأتى الشيطان وسوس إليه، خلاص قال له لن تقبل توبتك إلا أن تأتي بثار ميت وتعلقه في رقبتك وتصلي به، تفضل معلقه في رقبتك. فأتى بثار ميت وعمل كده مخالف للشرع، عمل نجاسة ثم يصلي للمعفو عنه. ففين المفروض الشرع؟ أنا والشرع أمر بأن أنا أجيب بثار ميت وأعمله في رقبتي؟ هذا يبقى لا يقبل موافقة الشرع، وقد يكون تسلط الشيطان بهذا بالفعل بالأشياء العجيبة دي، خلاص خصوصا على العوام. إذا العلم والعمل بالاقتداء الشرع ضلالة، أو بالاقتداء بالشرع ضلالة. وينبغي لك ألا تغتر بالشرح والطامات الصوفية. هناك أناس ينتسبون إلى الصوفية ويزعمون أنهم متصوفة، إلا أنهم مدعين. بمعنى إيه؟ راجل متصوف ما بيصليش، ينفع؟ لو كان التصوف أصلا هو سلوك الطريق إلى الله تعالى. راجل متصوف يتعاطى المواد المخدرة، يأتي ويرقص في المولد ولا يصلي ويتعاطى المواد المخدرة، خلاص ده يبقى ده تصوف سلوك لله، ده تمام، ده تسلط للشيطان على الإنسان، خلاص. فده معنى الشرح والطامات الصوفية، أنهم يدعون. واحد يقول لك إيه؟ يقول الإمام الغزالي يضرب بهذا كثير، بس كتاب الفضائح الباطنية رضي الله عنه وأرضاه تكلم عن الباطنية دي طائفة كافرة منتسبة إلى الإسلام، لأنهم يستحقون كل شيء، ها؟ ويعلنون مثلا الباطنية دول يقولوا إيه؟ يكرون على الشريعة بالبطلان، على الفضل. لا يجوز، يقول العلماء لا يجوز استنباط معنى أن النص يكر عليه بالبطلان. ويقول لك إيه؟ إذا أنت عرفت الإمام تبقى صليت، وإذا أنت كتبت استلم الإمام تبقى صمت. يستدل باستدلال عقلي، فيقول لك إيه؟ ما دام عرفت الإمام صليت يبقى ما تصليش بقى. عندهم كده. فكبر على أقيم الصلاة بالبطلان. وبعدين إذا أنت عرفت سر الإمام وكتبته تبقى صمت. كتمان السر، ما هو الصوم سر بين العبد وربه، تبقى صمت. يبقى ما تصومش فرض رمضان. فده يكبر الباطنية كلنا بذلك، ودي طائفة كافرة لأنها أنكرت أصول الشوارع ضوالل الشريعة قبل كده. فمنها الطامات الصوفية أيضا مثل ده، أشياء إيه؟ يدعي إيه؟ إنه خلاص وصل فرفع عنه التكليف. ما هو رفع التكليف ده معنى إيه؟ معنى عند أهل الطريق والسلوك، وده صحيح، ومعنى قبيح عند أهل الضلال وإيه؟ وأهل الطامات والشرح دول. واحد حس كده ان هو حاضر في حضره الله بايهام الشيطان، فقال لك خلاص انا بقيت في حضره ربنا مش هصلي، مش هصوم بقى، ما المقصود ان انا اقصد. اقول له ده ضلال،
تلك القوامات الصوفيه وهي قوامات الشرح. لكن معنى رفع اذا رفع التكليف هنا ليه معنيين، المعنى الطبيعي ده، والمعنى الثاني رفع التكليف ان يصير الكلفه في ترك العباده. اما انت ما بتعملش عباده تحس بنقص، يبقى ده ايه؟ ده انت ارتفعت درجه، بقيت قررت الله تعالى درجه، بمعنى ان ايه؟ بتحس ايه رفع الكلفه ان تبقى كلفتك في ترك العباده. التكليف والمشقه بقت مشقتك انك تترك العباده، فده رفع تكليف عن ايه؟ السالك. اصبحت مشقته وتكليفه فانه يترك العباده. فاصبح ان هو يحب العباده حتى رفع عنها عنه الكلفه والمشقه فيه. فده طريق سلوك الى الله تعالى مفروض. خلاص؟ وينبغي لك الا تغتر بالشرح وكرامات الصوفيه. لان سلوك هذا الطريق يكون ابتدى يقول الطريق الى الله تعالى، لان سلوك هذا الطريق اي الى الله تعالى يكون بالمجاهده، بمجاهده النفس وقطع شهوه النفس، بالمجاهده وقطع شهوه النفس وقتل هواها بسيف الرياضه، اي ترويض النفس على الطاعه. خلاص؟ والقلب ها؟ لا بالطامات والترهات، الترهات اللي هي الاكاذيب او ايه؟ الشيء الذي ليس له اصل. واعلم ان اللسان المطلق والقلب المطبق المملوء بالغفله والشهوه علامه الشقاوه حتى لا تقتل النفس بصدق المجاهده لن يحيا قلبك بانوار المعرفه. العباره فيها معنيين، حتى لا تقتل النفس. واعلم ان اللسان المطلق، واحد اطلق لسانه كده من غير ما يراعي هو بيقول ايه. ولذلك العلماء العاملون العالمون الناصحون للامه سيدنا نور الدين يقول ايه؟ اذا قلت نور الدين يبقى مقصدي مولانا سيدنا نور الدين الشيخ علي الجمعه. ماشي؟ القطب قطب الوجود الان. خلاص؟ فيقول ايه؟ ان الترتيب السليم ان يكون العقل ثم القلب ثم اللسان. بنتكلم عن اللسان. الترتيب السليم ان قبل ما تتكلم اعقل ما تقول. وبعدين اعرض ما عقدت على قلبك. القلب هنا مقصود به الشرع، لان مقصود به القلب هنا اذا اطلق على هذا الطريق اللطيفه الربانيه المدركه العالمه الامام. تعريف القلب، القلب والروح والنفس كلهم بالمعنى ده، معنى واحد، مقصود به اللطيفه الربانيه العالمه المدركه المؤمنه. فبعد ما العقل يدرك الاشياء ويقيسها بالمقياس العقلاء يعرضه على القلب اللي هو اللطيفه دي التي تحكم للسان ده تكلم او لا تتكلم. فاللطيفه دي مثلا الربانيه دي اللي هي القلب عندها علم بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فتقول ايه؟ من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليأكل خيرا او ليصمت، فيبقى عنده الميزان بتاع ايه؟ الملك ده، القلب هو الملك والحاكم في الاخر. فيجد ان الامر فيه الصراع، يقوم يقول له ما تتكلمش، يقوم اللسان الا يتكلم. فده الترتيب السليم، من اول ما اتكلم وخصوصا في حاله الغضب اعرف كده. وبتعرض الامر على ذهنك اولا عقلك، ثم بعد عقل ما ياخذ قرار يعرض الامر على الملك، العقل ده وزير ناصح. يعرض الامر على القلب اللي هو الملك. فالملك يصدر الامر بالكلام او بعد الكلام، فاذا اصدر الامر بالكلام ينطق بسان. ها؟ واذا اصدر الامر بالسكوت يمتنع اللسان عن الكلام. خلاص؟ فده الترتيب السليم للعقلاء للذين يسلكون الى الله تعالى بالنسبه للسانهم فيما يتكلمون به من العبارات. خلاص؟ فالترتيب السليم ده عكسه بقى ان اللسان ينطلق بدون لا عقل ولا قلب. وده المحل اللي هو بيقول لك ايه؟ واعلم ان اللسان المطلق اذا اطلق اللسان بدون ما يعرف ده حلال ولا حرام او ما يعرضش على القلب ولا العقل، ها؟ ومنطلق لسانه كده فيسب بعض احيان الناس. خلاص؟ وياتي بالموبقات. خلاص؟ اللسان ده امر عظيم جدا. ولذلك لما جينا نقسم الاعمال قسمنا ايه الجوارح كلها قسم، واللسان لوحده قسم، والقلب قسم لوحده. فده عملنا اللسان كله قلب لوحده قسم، بما باعتبار الاهميه فيه لما فيه من مورود الشارعي بالاهتمام باللسان. ها؟ يعني كما ورد في الحديث او نحن حديث معاذ او نحن محاسبون يصدق على ما نقول؟ قال ثكلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في نار جهنم الا حصائد السنتين؟ ده هي السبب في دخول النار.
والحديث الاخر ان الله لا ان الرجل لا يقول كلمه من رضا الله يدخل بها في رضوان الله تعالى، وان الرجل لا يقول كلمه لا يلقي لها بالا في الجزئين، ان الرجل لا يقول كلمه لا يلقي لها بالا من سخط الله يهوي بها في النار 70 خريفا، كلمه واحده خلاص، وان الرجل لا يقول كلمه من رضوان الله يدخل بها في رضوان لا يلقي لها بالا يدخل بها في رضوان الله تعالى سبحانه وتعالى. والحديث الاخر وارد على ذهني ان كان فيه قصه ان كان اثنين اخين ساكنين في مكان، فواحد ساكن في الدور الاعلى في الاعلى والثاني ساكن في الاسفل، فاللي في الاعلى متعبد بيعبد الله وينزل يصلي ويروح يعمل العباده بتاعته ويرجع، فيمر على اخيه ولا يراه يتعبد، فيقول له تعبد يعني وايه؟ يامره وما الى ذلك. فالتاني اللي هو في الظاهر لا يتعبد ده يقول له ايه؟ خلي بيني وبين ربي، سيبني انا وربي، خليني مع ربي، مالكش دعوه بيا. خلاص؟ فمر بعد 40 سنه قال كلمه، اللي نازل من فوق ده اللي هو قال بتاع الطاعه ده نزل وقال كلمه اللي تحت، قال والله لن يغفر الله لك قط قط. اه. فيقول ابن عباس كلمه قالها بعد عباده 40 سنه. يقول ابن عباس كلمه او بقته اي اهلكته. ها؟ فقال الله تعالى: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر له؟ وقال والله أي بيحلف على الله لن يغفر الله له، فقال من ذا الذي يتألى أي يحلف علي ألا أغفر له؟ قد غفرت له، قد غفرت له وأدخلتك أنت النار. عشان كلمة واحدة بعد عبادة 40 سنة، فاللسان ده عجيب كما توضح النبي صلى الله عليه وسلم إن إيه، ولذلك العلماء قالوا إن الله عز وجل جعل اللسان سجنين. الاسنان والشفتين. قاعد سجنين للسان عشان تتحكم فيه. وامشي في الترتيب السليم، فكر قبل ما تتكلم وبعدين اعرض على القلب وبعدين تكلم بقى نتيجه قرار القلب. ما اخذه الملك والقلب الحاكم من قرار تكلم او لا تتكلم. ها؟ بعد العرض على الشرع لان القلب هو ايه؟ اللطيفه الربانيه المدركه العالمه المؤمنه. خلاص فعنده الايمان ده معنى القلب عند ايه؟ اهل التقوى. قال واعلم ان اللسان مطلق كده بدون قيد ما بيعملش الترتيب عكس الترتيب، قال اللسان ينطلق بدون نظر للعقل ولا للقلب. والقلب المطبق، القلب المطبق اللي هو ايه؟ المملوء بالغفله والشهوه. قلب مملوء بالغفله والشهوه، مطبق يعني غير مفتوح. ماشي منطبق على القلب على ايه؟ الغفله والشهوه ومغلق عليه يعني. الاثنين دول اللسان المطلق والقلب المطبق علامة الشقاوة، إنه ليس من السعداء، لا يؤدي به إلى الشقاوة. خلاص؟ إن أصبح اللسان ينطلق فيقول الكلام الذي يوبق، ها؟ والذي قد يقول كلمة واحدة يهوي بها 70 خريفا في النار، ها؟ لا يلقي لها بالا، والقلب اللي هو منشغل بالغفلة والشهوة، قلب مليء بالغفلة والشهوة، ها؟ فلا يبحث عن الله غفلة. غفله معنى ايه؟ لما احنا سعيد الله اليقظه الاتجاه لله. في كده من العوام كده، زي ما بيصليش ولا بيصوم ولا بيعمل اي حاجه، واهم حاجه عنده ان هو يحقق شهواته شهوات نفسه بغفله قلبه. ولا يلقص لا يلتفت الى دين الله تعالى. في ناس كده عايشه كده، فدول في غفله ها قلبهم مملوء بالغفوه والشهوه بالغفله والشهوه. علامه الشقاوه، علامه الشقاوه الاثنين دول. اللسان المطلق والقلب المطلق. المملوء بالغفلة والشهوة علامة الشقاوة أي أنه ليس من السعداء في الآخرة فيؤدي ذلك إلى هلاكه في الآخرة حتى لا تقل ابتدي ابتدى المعنى المضاد إيه اللي بقى ضد الشقاوة دي اللي هي فيها اللسان المطلق والقلب المطبق المملوء بالغفلة والشهوة حتى لا تقتل النفس بصدق المجاهدة أي أنك لو ما قتلتش نفسك لو في اختلاف في النسخ يبقى بلغوني حتى لا تقتل النفس بصدق المجاهدة لن يحيا قلبك بأنوار المعرفة عشان الرين على القلب من الغفلة والشهوة وانطلاق اللسان أيضا ها يبقى في رين على القلب كلم الران على قلوبه حتى لا تقتل النفس بصدق المجاهدة لن يحيا قلبك بأنوار المعرفة. المجاهدة تكشف الظلمات عن القلب، المجاهدة لله يعني، المجاهدة بالعبادة
ها وكل انواع العبادات فيها نوع من الجهاد، تكشف انواع من الحجب. خلاص؟ كل نوع من المجاهده في الفرض بتكشف حجب، واقل حجاب تكشفه غضب الله تعالى. خلاص؟ يبقى حجاب غضب الله تعالى في تارك لمين؟ ايه؟ لمن ترك الفرائض. ترك الصوم، ترك الصلاه المفروضه، متمكن الحج وتركه مع بزمان بدون التفات ومراعاه لامر الله تعالى، ده كله ايه؟ داخل في حجب، ها؟ تجعله في غضب الله تعالى بعيد عن ربنا خالص. بل في غضب يعني ينزل عليه العذاب، ومن اهل العذاب والعياذ بالله تعالى الا ان يتوب الله عليه. او ان غضب البعد، ها؟ مع وجود ايه؟ في درجات. الغضب الثاني انك التقصير في النوافل، ها؟ يعتبر نوع من الحرمان، الا انه حرمان لا ينتج عليه اثم، لا ينتج عنه اثم. خلاص؟ هل الذي وقف في الصف الاول في صلاه الفجر مع الجماعه كالذي نام في بيته؟ دي فرق الدرجتين اللي بيكون ايه؟ نقص، لكن مش عارف، مفيش ذنب ولا حاجه. لكن اذا سالتم الله فسالوه الفردوس الاعلى، اسال اعلى حاجه لله تعالى، فابتعد في عملك الى اقصى درجه تستطيع ان تجتهد فيها يعني. فطريق احياء القلب، ها؟ وانكشاف الحجب واستنارته واستضاءته بانوار المعرفه، الجهاد، جهاد النفس، مجاهده النفس. ها؟ حتى لا تقتل النفس بصدق مجاهد. الإمام بيتكلم عن حاجة إيه؟ تقتل النفس بصدق مجاهد، إنك تكون صادق في مجاهدتك فتقتل نفسك. قالوا تعريف الصدق من ضمن تعريف رسالة الشريعة، الصدق إذا وضع على شيء قطع. الصدق كالسيف إذا وضع على شيء قطع. خلاص؟ فعشان كده قال إيه؟ صدق المجاهدة، يعني تكون في مجاهد مش بنفسك بتلعب بيك. سالك الى الله تعالى بتجاه نفسك بحقيقه الجهاد. خلاص؟ وقال حتى لا تقتل النفس. الامام الغزالي له منهج معين يقول ايه؟ انا عايز اقتل النفس. تقول تقتلها ازاي؟ ده انت تموت. قال لا، ما مقصوده هو بقى يعني انا بعبر عن كلامه. اذا انت كان هدفك قتل النفس هتصل لمحل الوسطيه. في الصفات. في الصفات الحميدة. خلاص؟ يعني زي بالظبط ايه؟ لما واحد بخيل أما أقول له انفق المعتاد هينخسر في المعتاد. لكن لما أقول له انفق فوق المعتاد يبقى هيجيب المعتاد. فاهم؟ أنت ستسافر. إنسان واضح؟ واحد بخيل فبقول له انفق المعتاد، خرج الزكاة بتاعتك، حسب الزكاة لقاها 100,000. قال لي لا كتير. انا عايز اروح على بورصه خلص اخر 50,000 فيرجع للتقسيط مره اخرى. خلاص؟ لكن لما اقول له اخرج 1,000,000 يقول له لا يا عم خرج 100,000 ويرتضي بالحد الوسط. ها؟ يرتضي بالحد الايه؟ الوسط اللي هو المطلوب شرعا. فمقصود قتل النفس، دي مثال تاني لقتل النفس. انت هتسافر الى الجيزه من هنا، ده اسمه سفر قصير عند الشافعيه. وفي سفر تاني الى الاسكندريه. خلاص؟ فده 250 كيلو تقريبا. فما اقول لك انت ستسافر الاسكندريه، مجهودك وطاقتك والطاقه بتاعتك والمجهود وايه تاني؟ يقولون عنها اللي هي ايه؟ الهمه، همتك هتكون اعلى ومبيعاتك اقوى. فما اقول لك ان غرضك بعيد يبقى سعيك يبقى اقوى وهمتك اعلى وبدلك المجهود اقوى. خلاص؟ اكثر. بخلاف لما اقول لك تروح الجيزه، انا امشيها بقى براحتي. واضح؟ فيكون عندك كسل. ها؟ فيريد بقتل النفس ايه؟ التحقق الى ان يقيمها في مقام الوسطيه والعدل اللي هو ايه؟ معيار الشرع الاساسي. ماشي؟ حتى لا تقتل النفس بصدق المجاهده لن يحيا قلبك بانوار المعرفه. فكلما تجتهد ينكشف نوع من الحجب بينك وبين الله تعالى. الحجب انت، الحجب من عندك انت، فالله ليس محجوب. هو ايه؟ اظهر من ان يظهر سبحانه وتعالى. او اظهر من ان يظهر سبحانه وتعالى. الا ان الحجب التي بك انت هي المنعات من الرؤيه. ها؟ من رؤيه الله تعالى. فكلما تجتهد ينكشف الايه؟ تجتهد يعني الطاعه، ها؟ الذكر،
الذكر والفكر الطريق الى الله تعالى. كلما تجتهد كلما ادى الى انكشاف الحجب او لقتها ماشي، وقت ما تنكشف وقد انتهت وقد انكشف الحجب. واهم المجاهدات المجاهدات القلبيه يا جماعه، اهم المجاهدات. حتى من العباره التي عثرت عليها جميله يقول الشيخ ابن عجيبا: ها الذره من اعمال القلوب تعدل الجبال من اعمال الجوارح. لحظه تقوى كده تنجيك في حياتك كلها، ومهما لو عملت 100 سنه ما تحصلش ايه؟ لاختار ثواب لحظه التقوى دي اللي انت التقيت الله فيها واحسنت بالخشوع والخضوع والعبوديه والذل لله تعالى. دي وذلك هو ايه؟ ده حال الشهود المقصود. ها الاقامه في مفهوم العبوديه هو تحصيل هذه الاحوال القلبيه التي تحدث في القلب. واعلم ان بعض مسائلك التي سالتني عنها لا يستقيم جوابها بالكتابه والقول. ان تبلغ تلك الحاله تعرف ما هي، والا فعلمها من المستحيلات لانها ذوقيه، وكل ما يكون ذوقيا لا يستقيم وصفه بالقول، كحلاوه الحلو ومراره المر لا يعرف الا بالذوق. كما حكي ان عنينا كتب الى صاحب الله ان عرفني لذة المجامعة كيف تكون، فكتب له في جواب: يا فلان اني كنت حسبتك عنينا فقط، والان عرفت انك عنين واحمر. لان هذه اللذه الذوقيه ان تصل اليها تعرف، والا لا يستقيم وصفها بالقول والكتاب. قال: واعلم ان بعض مسائلك التي سالتني عنها لا يستقيم جوابها بالكتابه والقول، اللي هو عدم استطاعه التعبير بما يدور في قلب المؤمن. ها؟ اللي هو ما منها الجزء الواضح، انا بحاول اضرب امثله حسيه. الجزء الواضح الذي يكون في قلب المؤمن من تمني الشهاده في سبيل الله تعالى، والقاء نفسه في المعركه، والمجاهده في سبيل الله بالتضحيه بالنفس. هذا عنده يقين وايمان، عنده انكشاف، عنده يقين على ان الشهيد ده يدخل الجنه بغير حساب وما الى ذلك. فاليقين اللي هو الحاله القلبيه ده يطالب تحصيله ولا يمكن التعبير عنه. ولذلك الكفر بيستعجبهم من واحد يستشهد في سبيل الله، يقول لك هو بيلقي نفسه كده ليه؟ ده المفروض يحافظ على نفسه. ها؟ ولذلك هم احنا بناخد منهم، هم يفعلوا كل شيء لحفظ النفس اثناء الجهاد. مش عارف يلبسوا ايه ويعملوا ايه ومعاه اسلحه ايه ومعاه ادوات تجسس ايه عشان لو في متفجرات او حاجه جايه له ويجيب اللي اسمه ايه ده؟ الدولفين يخليه ينزل في المحيط عشان يشوف لو في متفجرات اثناء السفينه يمشي يسبق السفينه. هذا كله اخذ اسباب الدنيا وناخذ بها ايضا، ويجب ان ناخذ بها. لكن المسلم حاله القلبي عجيب بالنسبه لطلب الشهاده. ده بيضحي بنفسه كل شيء من اجل ان يستشهد في سبيل الله تعالى. فده حال قضيه معينه موجوده قائمه في القلب. خلاص ده يمكن التعبير عنها باللفظ. لو انها موجوده في الواقع بنشوف ناس بتستشهد في سبيل الله تعالى وتطلب ذلك الامر. واعلم ان بعض مسائلك التي سالتني عنها لا يستقيم جوابها بالكتابه والقول، لا باللسان ولا بالكتاب. مش ممكن لا يمكن التعبير عنها. ان تبلغ تلك الحاله اللي انا بوصفها لك والتي استثنيت فيها الطريق الى الله تعالى تعرف ما هي، تحس بلذتها ومعرفتها، والا فعلمها من المستحيلات لانها ذوقيه. ان انا اعلمها ليك او اتكلم عنها او اكتب عنها من المستحيلات لانها ذوقيه. ولذلك قالوا كمل النجم الذي لا يدرك هو الذي يستطيع ان يقرب من المعاني اللغه العربيه الفصيحه الى الافصاح عن هذه المعاني القلبيه، وانه يقدر يعبر لك عنها زي الاكابر من العلماء. ها؟ يستطيع ان يعبر زي مثلا الحكم العطائيه. عبر عن بعض الاشياء كده العجيبه التي لا يستطيع الانسان ان يدركها بذهنه الا بتعبير الالفاظ دي. وكل ما يكون ذوقيا، كل شيء فيه ذوق تذوق، ها؟ لا يستقيم وصفه بالقول ولا بالكتاب، ما ينفعش ان نعبر عنه بالكتاب او القول. كحلاوه الحلو ومراره المر. طب ندي ايه؟ لحلاوه الحلو مثال.
هل شيء جاف مسبوت؟ معلش مش عارف مسبوت، عارفين مسبوت طبعا. هل مسبوت زي الحلويات الشاميه زي الحلويات المصريه كلها حلو لكن كل واحد طعمه وداخله مختلف عن التاني وما تقدرش تعبر غير بكلمه واحده عنه نوع حلو. خلاص؟ تيجي الاشياء المره الشقه مر مش عارف ايه مر ده، لكن الدرجات بتاعتها واختلافها ما تقدرش تعبر عنها الا انها تقول هذا الشيء فيه مراره بس، ده الكلمه تقدر تعبر عنها، لكن مراره كل مر مختلف عن مرارة الثاني، الصبار غير الشنطه غير مش عارف ايه، كل دي انواع مختلفه من المراره لكن ما تقدرش تعبر عنها بالكلام. بس من الدقه ممكن تاخد من التعبير لو كان عندك البلاغه الكامله اللي هو النجم ده، لو يستطيع ان يعبر عنها بداخله. نحسبه كذلك الدكتور اسامه السيد مثلا، سيد الشيخ حيقوم على استطاعه ان يعبر عنها بداخله من الاشياء التي يمكن التعبير عنها. واضح؟ الا انه بيصلك المعنى بدقه فيما تدركه بقلبك انت، فكانه بخطو القلب بالمعاني الدقيقه دي. وكل ما كان دقيا لا يستقيم وصفه بالقول كحلاوه الحلو ومرات المر لا يعرف الا بالدق. خلاص؟ مش عارف انك تحط ودك عليه بالدق خاصه معينه. خلاص؟ كما حكي ان عنيما رجل لا يستطيع ان يخلط النساء، خلاص؟ ليس له يعني في الزواج، كتب الى صاحب له ان عرفني لذه المجامعه، انا متجوز عايز اعرفني لذه، فكيف تكون؟ عرفني لذه دي كيف تكون؟ عايز اصفها. خلاص؟ فكتب له في جوابه يا فلان اني كنت حسبتك عنيما فقط عند المرض واحد، والان عرفت انك عنيم واحمر. خلاص؟ لان هذه اللذه ذوقيه لا يمكن التعبير عنها بالالفاظ. خلاص؟ زي بالظبط ايه؟ لا انا اشق الله تعالى بتاع سيدنا ايه؟ زدني بفرط الحب فيك تحيرا. ده انا كل ما انا بتحير فيك بزداد حب، شوف ناقدين، جمع الناقدين. بتحير يبقى انا المفروض ابقى اغامض يعني؟ لا ده انا كل ما بتحير ازداد حب فيك يا رب. واضح؟ معنى يعني خلاص؟ لان هذه اللذه ذوقيه، هذه اللذه ذوقيه لا توصف ولا بالكتابه ولا بالكلام. ان تصل اليها تعرف، لو وصلت بها تعرفها، ما وصلتش بها مش هتعرفها. والا لا يستقيم وصفها بالقول والكتابه. ايها الولد بعض مسائلك بعض مسائلك من هذا القبيل، واما البعض الذي يستقيم له الجواب فقد ذكرناه في احياء العلوم وغيره، ونذكر ها هنا نبذا منه ونشير اليه فنقول قد وجب على السالك اربعه امور. طيب نقف هنا ان شاء الله تعالى. بس هو بيقول ان ايه بعض الامور ممكن اعبر عنها وبعضها ما اعبرش عنها، العلوم الذوقيه ما اقدرش اعبر عنها، والعلوم السلوكيه ممكن اعبر عنها، ان كيف تصلي، كيف تصوم، التعبد الكيفيه بتاعته، تدقيق القلب كيف يكون، نقطه القلب، ابتسام الصفات، هذا زي ما احنا قلنا مثلا في ازاله الغضب، في صفه ايه نقدم او ده من باب ازاله الغضب، انك تقدم العقل على القلب وبعدين تخلي القلب يحكم وبعدين الابتسام بعد كده. لكن لو كان ده مش ممكن هتشرب وتصب ولا وجدت على عبد الله ويكفي عن ايه؟ هذه الادواء والامراض. نقرا هذا المره القادمه والله تعالى اعلم.